في تعز نفذ المئات من معلمي مديرية مشرع وحدنان وقفة احتجاجية أمام مبنى التربية والتعليم تنديدا بالأوضاع الاقتصادية التي لا تتناسب مع مرتباتهم. في الوقفة طالب المحتجون الحكومة بسرعة رفع الأجور وصرف التسويات والعلاوات والبدلات وطبيعة العمل للموظفين. يشار إلى أن معلمي مديرية مشرعة وحدنان بدأوا إضرابا شاملا قبل أسبوع مهددين بالاستمرار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. رفع الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي بأسعار اليوم. 2 صرف التسويات والعلاوات والبدلات المستحقة للمعلم دون انتقاص وبأثر رجعي. 3 صرف جميع المرتبات المتأخرة دفعة واحدة. 4 صرف طبيعة العمل لموظفي 2011 مع العلاوات والتسويات. 5 معالجة وضع النازحين دون استثناء وصرف رواتبهم بانتظام. وبناء على ذلك فإن لم تنفذ مطالبنا فإننا سوف نستمر بالإضراب الشامل واتخاذ خطوات أكثر تصعيدا حتى ننال كل حقوقنا المشروعة وبالطرق والوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون. وخروجنا كان من أجل صرف حقوقنا وهذه الحقوق متمثلة بصرف العلاوات والتسويات، صرف الزيادات التي صرفت لبقية الموظفين ولم تصرف للنازحين، بالإضافة إلى انتظام صرف مرتباتنا شهريا دون تلكؤ. وكذلك مطالبنا متمثلة بتوفير المنهج المدرسي لجميع الطلاب وتسوية الوضع المعيشي لجميع الموظفين. رسالتنا هي لقيادة لرئاسة المجلس الرئاسي بتسوية الأجور والمرتبات للموظفين بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي في هذا اليوم. 2 إطلاق التسويات والعلاوات للمعلمين وجميع موظفي الدولة. هذه هي رسالتنا باختصار.